السلام عليكم يا بروف، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شرفتني يا كثير يا السلام عليكم. بروف. الله شرف الله قدركم وزادكم من فضله، بارك الله فيكم. وضحت الصورة؟ أي نعم. لا خلاص، الحمد لله الحمد لله كثيرا. احنا سعيدين جدا يا بروف لحضورك ومشاركتنا مشاركتك معنا، ويعني شرف كبير هذا الحضور وهذه المشاركة. الله يكرمكم، وأنا والله أكثر سعادة يا أخي بهذا اللقاء المبارك، والذي نرجو يعني أن يكون عند حسن ظن في الأحوال. ففرصة طيبة قلما تتكرر. جزاكم الله خير ومرحبا بكم، حياكم الله. إحنا حنبدأ إن شاء الله خلال 5 دقائق من الآن، الله يبارك الله على حسب الوقت يعني. الله يبارك الله، الله يكرمك، بارك الله فيك. والإضاءة في الصورة واضحة؟ أي نعم. الحمد لله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة الحضور الكرام. يمكن نبدأ دكتور نحن إن شاء الله، على أمل أن يلتحقنا من تيسر أمور إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من منصة هيئة الصحة بدبي، إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات، ويسعدني جداً أن أكون برفقتكم هذا الصباح. أنا محدثكم محمد صلاح الدين، محمد مضوي من إدارة البحوث والدراسات في هيئة الصحة بدبي، ويسرنا أن نرحب بكم ترحيباً حاراً، حضوراً كريماً بمختلف أنقاضكم ومقاماتكم. وقبل أن نبدأ حقيقة، أرجو أن أتقدم بالاعتذار إنابة عن الأستاذ خالد الجلاف، مدير إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات، الذي كان من المفترض أن يدير هذه الجلسة، ولكن بسبب ظرف طارئ حال دون وجوده بيننا. لذلك فهو يرسل اعتذاراته أو يرسل اعتذاراته ويرسل لكم صادق التحية والتقدير، متمنيا لكم جلسة مفيدة ومثمرة. كما نرجو في البداية أن ننوه من جميع الإخوة الحضور الكرام التأكد من إغلاق الميكروفون والكاميرا. بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق 18 من شهر ديسمبر في كل عام، يسرنا في إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات بهيئة الصحة بدبي أن نستضيف اليوم عالماً من أعلام اللغة، وأحد أبرز المدافعين عنها والرافعين لرايتها. نستضيف اليوم الأستاذ الدكتور عبد المجيد الطيب عمر عبد المجيد، الأستاذ بجامعة أم الغرى بالمملكة العربية السعودية، أستاذ اللغة الإنجليزية والترجمة. وسيكون حديثنا معه اليوم حول اللغة العربية، لغة البحث والعلوم، وهو موضوع شائك وفيه كثير من التحديات وفيه كثير من التساؤلات، ولكننا اخترنا أفضل من يمكن أن يتحدث عن هذا الموضوع. الدكتور عبد المجيد، بروفيسور عبد المجيد، رجل علم وعالم من علماء اللغة. هو يحمل ما شاء الله يعني العديد من الدرجات العلمية، فهو حاصل على دراسات فوق الدكتوراه من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، دكتوراه لغويات تطبيقية من جامعة ويلز بريطانيا، دكتوراه في اللغة العربية علم اللغة التقابلي، ماجستير لغويات تطبيقية الجامعة الأمريكية بيروت، ماجستير علم النفس العلاجي الجامعة الأمريكية بيروت، بكالوريوس اللغة الإنجليزية واللغة العربية من جامعة الخرطوم. عمل البروفيسور عبد المجيد الطيب رئيسا لقسم اللغة الإنجليزية بجامعة الخرطوم بكلية التربية، وعضوا بهيئة التدريس، ورئيسا وبقسم مركز اللغة الإنجليزية بجامعة أم الغرى حتى الآن من 1989، وهو مشرف وممتحن خارجي لعدد كبير من الرسائل العلمية لدرجتي الماجستير والدكتوراه في جامعات في العديد من الجامعات داخل وخارج الوطن العربي. هو كذلك بروفيسور عبد المجيد مصمم لبرنامج تعليم اللغة الإنجليزية لشبكة راديو وتلفزيون العرب ART، وهو عضو لجنة تقييم برامج اللغة الإنجليزية بالمملكة العربية السعودية. هو كذلك مستشار صياغة مناهج اللغة الإنجليزية بجمهورية السودان، له أكثر من 46 بحثاً وكتاباً منشورة في مختلف مجالات اللغة، اللغة التطبيقية وعلم اللغة المقارن وعلم اللغة الجنائي والاختبارات والقياسات. حائز الدكتور عبد المجيد، البروفيسور عبد المجيد طيب، على جائزة الطالب الثاني على مستوى القطر في امتحان الشهادة السودانية، جاء حائز على جائزة الطالب الأول على مستوى كلية التربية، حاصل على درع الأستاذ المثالي في تعليم اللغة الإنجليزية بجامعة أم الغرى، درع التميز العلمي والأخلاقي من مدير جامعة أم الغرى،
حاصل على منحة كاملة من الحكومة الأمريكية لدراسة الماجستير، حاصل على منحة كاملة من حكومة السودان لدراسة الدكتوراه، ومنحة كاملة من وكالة المعلومات الأمريكية لدراسة فوق الدكتوراه. سيرة ما شاء الله تعبر عن مسيرة ناجحة علمية وأكاديمية ومهنية، ونسأل الله أن ينفع المسلمين والعرب والعالم كله بهذه العلوم والمعارف. سنتحدث اليوم مع الأستاذ الدكتور عبد المجيد حول اللغة العربية، وهل هي لغة للبحث، هل تصلح أن تكون لغة للبحث والعلوم. وسيكون ابتداء خلينا نخلي الدكتور لندع الدكتور يحيي الحضور، ثم بعد ذلك نبدأ في الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، الإخوة والأخوات الفضلاء الحضور، التحية لكم من مكة المكرمة. راجين الله سبحانه وتعالى أن يبارك أيامكم جميعا وأن يبارك يومكم هذا اليوم الذي نحتفل فيه بهذه اللغة الشريفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وأن يجعلنا قادرين على أن نقدم لها ما هي جديرة به من اهتمام واحترام. يشرفني جدا أن ألتقي معكم في هذا الصباح، ويشرفني جدا أن أقدم لكم بعض ما عندي، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجعله زادا ومعادا لكم، وأرجو أن أظل عند حسن ظنكم بي وكل ظن المتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نقدم ينفعكم وينفع الإنسانية وتنفع هذه اللغة ويجعلها في مقامها الذي يليق بها. شكرا بروفيسور عبد المجيد. حقيقة نحن الذين نتشرف بحضورك ومشاركتك معنا. ودعنا نبتدئ دكتور بالسؤال الذي دائما ما يتبادر إلى الذهن، يعني نرجو أن تبدأ حديثك معنا دكتور بالحديث عن نشأة وأصول اللغات وتطورها بشكل عام. يعني عادة كيف تنشأ اللغات؟ وهو كثير من الناس يتساءلون كيف للغة أن تنشأ، كيف للمفردات أن تتكون، كيف لهذه المعاني أن تبنى. ثم بعد ذلك ندلف بالحديث عن بشكل خاص عن اللغة العربية وكيف بدأت وتطور. طيب بسم الله مرة أخرى، وهذه هي البداية الحقيقية، كيف بدأت اللغات وكيف تطورت حتى أصبحت على ما هي عليه الآن. نظريات عديدة تحاول أن تفسر قضية نشأة اللغات هذه، وهي في الواقع نظريات يعني متضاربة في كثير من الأحيان، وهذا التضارب في وجهة نظري يعكس الحقيقة أو عدم قدرة الباحثين في هذا المجال على التعامل مع هذه القضية تعاملا جادا أو تعاملا منطقيا. فهنالك من يرى يعني، وهذه يعني بعض النظريات أنا أرى على أنها لا تخلو من بعض السذاجة لأنها لا تطابق مع الواقع ولا يمكن أن يقبلها الواقع بأي حال من الأحوال. عموما يمكن أن نلخص نظريات نشأة اللغات في نظريتين أساسيتين. النظرية الأولى هي نظرة الإلهام، نظرية الإلهام الإلهي، أن اللغة إلهام من عند الله سبحانه وتعالى، علمها الله سبحانه وتعالى للإنسان، أوهبه المقدرة على أن يطور هذا النظام التواصلي العجيب الفريد الذي لا مثال له. وآخرون يتخبطون في مجال التفسير المادي، ومنهم من يرى أن اللغة هي قضية توافقية بين المجموعات المختلفة، وهذه مجموعة يعني أيضا مقدرة ولها يعني شيء من المنطق في طرحها، أن قضية التوافق لا بد منها في أن يعني تتفق مجموعات على استخدام كلمات معينة كلها دلالات معينة. سوف نناقش هذه المسألة إن شاء الله ونظهر ما فيها من ضعف. ثم هنالك نظريات هي لا تخلو من السذاجة، اللي هي تتحدث عن نظريات الدينغ دونغ ونظريات محاكاة الأصوات ونظريات محاكاة الرياح
وهكذا يعني كلام يعني في حق اللغات نفسه أنا أعتقد غير لائق، أنه اللغة هي عبارة عن محاكاة للأصوات أو محاكاة للاصطدام يعني أوراق الأشجار بعضها ببعض مما ينتج عنه يعني هذه الأصوات، فأخذها الإنسان وأخذ هذه الأصوات وذهب بها وطورها في شكل اللغة. طبعا من الصعب أن نقنع شخص بأن هذه اللغة كانت في البداية عبارة عن أصوات محددة اصطدام أشياء بعضها ببعض، أو أصوات حيوانات وأصوات طيور، ويرى البعض أن هي يعني محاكاة لأصوات الحيوانات مثل نزيب الضب مثل نزيب الغزال ونباح الكلاب وغيرها. طبعا هذا الكلام يعني أعتقد برغم من أنه كان سائدا وما زال يحتفي به البعض، إلا أنه لا يكون كلاما مقنعا بأي حال من الأحوال في نشأة ذلك النظام الذي اتفقت جميع الأقلام والكتاب والباحثون على أنه نظام معقد. يعني أول ما تحدثوا عن اللغة تعريفا لها أنها نظام معقد، ونظام معقد جدا حقيقة. اللغة من أعقد ما تعامل معه الإنسان. فمثلا من يقول أن اللغة هي نسق من الإشارات والرموز تشكل أداة من أدوات المعرفة، وتعتبر اللغة أهم وسائل التفاهم والاحتكاك من أفراد المجتمع في جميع ميادين الحياة، وبدون اللغة يتعذر النشاط المعرفي على الإطلاق. واللغة عموما ترتبط بالتفكير ارتباطا وثيقا، فأفكار الإنسان تصاغ دوما في قالب لغوي حتى في حال تفكيره الباطني، ومن خلال اللغة فقط تحصل الفكرة على وجودها الواقعي، تتجسد اللغة فقط يعني من خلال الكلمات التي تصاغ بها تلك اللغة. لكن النشأة فيما يختص بنشأتها، فبعض المفكرون مثل روسو اعتبر أن اللغة نشأت من العواطف، بينما آخرون يروا أنها نشأت من التفكير العقلاني والمنطقي. برضو يعني نلاحظ أن هذا التناقض يعكس محدودية الفكر الإنساني في الوصول إلى كنه هذه اللغة. والمفهوم العام عموما للغة يرجع إلى القدرة الإدراكية لتعلم اللغة واستخدام نظام التواصل المعقد، أو إلى وصف مجموعة من القواعد التي تشكل هذه الأنظمة. أما لغة الإنسان فلها خصائص عديدة كالإنتاجية، يعني الإنسان يستطيع أن يولد مجموعة من الجمل التي لم يسمع بها من قبل، وهذه سمة للغة الإنسان دون غيره، وهي تعتمد على التوافق. بأي حال من الأحوال تعتمد على التوافق الاجتماعي، يعني الاصطلاح في نهاية المطاف، فهي بنية معقدة تتيح الحصول على مجموعة واسعة من العبارات. ويكتسب البشر من خلال التفاعل الاجتماعي في مرحلة الطفولة المبكرة، ويتحدث الأطفال عموما بطلاقة عندما يبلغون ما يقرب من سن الثالثة، من سن الثلاث سنوات يبدو في التحدث بلغة الأم وبطلاقة. لكن الأعجب من ذلك أن الأطفال في سن الخامسة، أن الطفل في سن الخامسة الذي ينشأ في ما يسمى بالمالتي لينجوال كوميونيتيز أو المجتمعات متعددة الأصول واللغات، يعني الطفل لا يستطيع أن يستوعب في سن الخامسة. تخيل الطفل في سن الخامسة يستطيع أن يتحدث أربع لغات مختلفة ويجيدها بصورة أساسية مثل أهلها. وهذا الأمر يا إخواني يتعذر حينما يتعدى الإنسان مرحلة ما يسمى بالكريتيكال إيج، والمرحلة الحرجة من العمر، وهي سن 12. بعد أن يتعدى سن 12 هنالك تبدو بداية الصعوبة في التقاط وتعلم اللغات. فكلما تقدم بالإنسان العمر كلما أصبحت قضية تعلم اللغة واكتسابها أمرا معقدا وأمرا صعبا. هذا على عكس الأطفال الذين يكتسبون اللغات وبسرعة شديدة جدا وسرعة مدهشة في سن مبكرة من أعمالهم. طيب دي معظم النظريات. على كل حال اللغة عادة كثير من الاستخدامات الاجتماعية والثقافية مثل الدلالة على الهوية، يعني الآن نحن نميز الإنسان ونحدد هويته من خلال لغته، ولذلك تعتبر اللغة هي جزء أساسي من الهوية، من هوية الإنسان، كما تحدد طبقات الاجتماعية. الطريقة التي يتحدث بها الإنسان ممكن تحدد طبقته الاجتماعية إن كان ينتمي إلى طبقة الراقية المتعلمة أو إن كان ينتمي إلى طبقة العامة. فكل هذا يمكن أن نأخذه
من لغة الإنسان أو لهجته، وكذلك يبين الميول الاجتماعية للشخص. عموما يتفاوت تقدير عدد اللغات في العالم ما بين 5000 إلى 7000 لغة، دي اللغات المعروفة والمتفق عليها. طيب هذا الكلام يعني حتى الآن إحنا لم نصل لنهاية، يعني ما هي النهاية التي يرمي إليها المتحدث من هذا الحديث؟ تناقض واضح في قضية نشأة اللغة. هذا التناقض الواضح يعني يشهد ويثبت بما لا يدع مجال للشك أن هناك حقيقة غائبة على كثير من الباحثين. تتمثل هذه الحقيقة في أن اللغة بهكذا شكل وبهذا التعقيد من أمرها أقرب المستحيلات أن تكون هي قضية توافق إنساني أو اصطلاح أو غيره. نحن لابد من الرجوع إلى الأصل الإلهي أو إلى الإلهام، أن قضية اللغات دي هي إلهام. والكلام ده يثبته القرآن الكريم يا إخواننا، مرجعيتنا في القرآن توضح هذا الأمر وتختصر علينا هذا الشارع الطويل وهذه التعقيدات وهذه الترهات التي لم تقودنا إلى نتيجة، مع إقرار كل هؤلاء بأن النظام اللغوي نظام معقد جدا. في نظرية الإلهام طبعا، وهذا ما يدعمه القرآن الكريم، نحن نتبين هذه الحقيقة من قول الله سبحانه وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ونربط هذا الموضوع بقضية اكتساب اللغة العربية على وجه التحديد. ابن فارس، إخواننا أحمد ابن فارس، وهو فارسي حتى لا ندعي أنه متحيز لهذه اللغة أو تلك، فهو فارسي أما وأبا، قال في تفسير هذه الآية وعلم آدم الأسماء كلها، قال علمه جميع أسماء الأشياء. ده ابن فارس قال علم آدم الله سبحانه وتعالى الله آدم جميع أسماء الأشياء من وحش الخلاء والطير الفضاء باللغة العربية. علم آدم جميع أسماء الأشياء من وحش الخلاء وطيب الفضاء باللغة العربية. ثم انتشر بنوه في الأرض، طبيعي طبعا يا إخوانا بعد أن كثرت الإنسانية، فانتشر بنوه في الأرض، فانتشر بنو آدم في الأرض، قال فتغيرت يعني فتبدلت ألسنتهم كما تبدلت ألوانهم. هذا يعني علم آدم الأسماء، قال علمه جميع أسماء الأشياء من وحش الخلاء وطير الفضاء باللغة العربية، ثم انتشر بنوه في الأرض فاختلفت ألسنتهم كما اختلفت ألوانهم، اختلفت ألوان الإنسانية، قال فاختلفت ألسنتهم، لكنه علم آدم جميع هذه الأشياء بهذه اللغة الشريفة باللغة العربية من وحش الخلاء وطير الفضاء، علم جميع أسماء هذه الأشياء باللغة العربية. ثم انتشر بنوه في الأرض فاختلفت ألسنتهم كما اختلفت ألوانهم. ثم ماذا حدث؟ قال وحفظ هذا اللسان، يقصد اللغة العربية الشريفة، قال وحفظ هذا اللسان في تلك الجزيرة، مشيرا إلى جزيرة العرب، وحفظ هذا اللسان في تلك الجزيرة، وسخر الله سبحانه وتعالى لها أقواما من ذوي الأفهام الشفيفة، سخر لها أقواما من ذوي الأفهام الشفيفة فاستحفظوا هذه اللغة، فاستحفظوها وحفظوها حتى تنزل بها القرآن الكريم لتتعاطى مع القرآن هذا سر الحياة وإكسير القلوب، فبقيت وخلدت ومات واضمحل ما سواها من لغات. كلام ده يا اخواننا مثبت في الواقع، يعني ماتت جميع لغات الإنسانية على الإطلاق، لم نجد لغة الآن يتجاوز عمرها 5 قرون أو 7 قرون أكثر، ماتت جميع تلك اللغات، بل وتغيرت وتبدلت حتى لا يستطيع الناطقون بها أن يفهموا ما يدور الآن من لغة. ونأخذ على سبيل المثال اللغة الإنجليزية التي هي تملأ أركان الدنيا الآن، هذه اللغة المفهوم منها هو لغة قبل 4 قرون فحسب، أما ما قبل ذلك فلا يفهمه أحد. يعني بالكاد نفهم لغة شكسبير وهي لغة القرن 17، ويتحدث عن لغة شكسبير أنها لغة قديمة، لكنها يا إخواننا هي من اللغات الحديثة على فكرة. يعني ما قبل شكسبير غير مفهوم يا إخواننا، قبل شكسبير لا يفهمه حتى أبناء اللغة الإنجليزية أنفسهم. لغة شكسبير اللي هي لغة القرن 17 يفهمها أبناء بكثير من الجهد والتعب والرجوع إلى المعاجم، دي لغة القرن 17 إخوان. ولغة أمة قوية مثل الإنجليز الذين يملؤون الأرض الآن حضارة وثقافة وقوة وشكيمة، وتغيرت هذه اللغة وتبدلت تبدلا كبيرا حتى لا يكاد يفهمها الناطقون بها الآن، ناهيك عن الذين يأتوا ويتعلمونها بعد كل هذا الزمان. وكذلك الفرنسية المفهوم منها لغة القرن 16 يا إخوان،
ما قبل لغة القرن السادس عشر لا يفهمه أبناء اللغة الفرنسية. مات في التاريخ إخواننا، ماتت الهيروغليفية وهي لغة الفراعنة، وما أدراك ما الفراعنة، لا توجد منها كلمة واحدة الآن. ماتت السنسكريتية اللي هي اللغة التي يتحدث بها ثلاثة أرباع سكان آسيا، ماتت هذه، ماتت تماما وتفرعت وتشتتت. ماتت إخواننا كل اللغة، ماتت حتى اللغة العبرية، اللغة العبرية لغة يهود، وما أدراك ما يهود، وما أحرصهم على لغتهم وتراثهم. ماتت اليهودية، ماتت العبرية، العبرية وهي عربية في واقع الحال، ماتت العبرية وهي العربية مع ما يسمى بالترانزيشن في تاريخ اللغة، أن حتى هذه الكلمة مأخوذة من العربية وهي العربية ذاتها، فماتت واختفت من الوجود تماما. أحياء اليهود لما جاءوا وأنشأوا الكيان، كيانهم لما جاءوا وأنشأوا أحيوا هذه اللغة، وما كان لهم من مفر إلا أن يلجوا للغة العربية، فأخذوا منها ما لا يقل عن 60% من مفرداتهم الآن موجودة في العبرية، موجودة تماما وهي عربية ببعض التغيير والتبديل مثل ما حدث في سائر اللغات. أما اللغة العربية فهي ظلت محافظة على كيانها ومحدثها. يفهم طفل المدرسة الابتدائية الآن، لا نتحدث عن العلماء، طفل المدرسة الابتدائية الآن يفهم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي مضى عليه أكثر من 14 قرن من الزمان. ونحن الذين ندعي أننا أساتذة اللغة الإنجليزية وجهابذتها، ومثلي أنا الذي أنفق 50 عاما من عمري أدرس هذه اللغة وأتبحر في مؤلفاتها وأقوال علمائها، يعني لا أفهم لغة القرن الرابع عشر أو لغة القرن السادس عشر إلا بكثير من الجهد. وطفل المدرسة الابتدائية عندنا يفهم اللغة العربية بقليل من الجهد يخلنا. فما في طفل المدرسة الابتدائية، ما أعتقد أنه يحتاج أنه نشرح له حديث الرسول عليه الصلاة والسلام على خمس. هل يحتاج إخوانا طفل المدرسة الابتدائية أن نشرح له حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس وهو طفل المدرسة الابتدائية؟ نعلم يقينا أن هذا الحديث لا يتجاوز عمره 1040 سنة، لكن ما بالك بنا نحن الذين أنفقنا العمر، ما بالك بأهلها الذين هم أهلها أصلا لا يفهمون. فلما نقرأ عليهم لغة القرن السابع عشر دبل دبل أن كول روم بابل ثرايس تماين ثمايس تراين ثرايس تماين ثرايس تداين ثرايس أجين تميك أب ناين، والله غير ناين دي ما فعل يفهم منها شيء، ودي لغة القرن السابع عشر. طيب حقيقة نحن حينئذ نقر قرارا تاما بأن قضية اللغة العربية هي قضية إلهام من عند الله سبحانه وتعالى، علمها آدم يوم أن علم الأسماء كلها، وظلت هذه اللغة باقية وسوف تظل باقية إلى يوم الدين، وسوف تظل وتكون إن شاء الله لغة الإنسانية إن شاء الله يتحدثها أهلها وتتحدثونها إن شاء الله وأنتم على سرر متقابلين. هذه أمنية نبعث بها على الهواء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققها للجميع ويحفظ هذه اللغة ويجعلها يعني مسار فائدة للإنسانية، لأنه الآن الإنسانية تبحث عن نظام لغوي، لأن أثبتت الدراسات الحديثة فشل تلك اللغات في أداء مهمة التواصل ما بين المجموعات المتحدثة باللغات المختلفة. فهذه هي اللغة العربية وهذه هي بدايتها. طبعا البداية نحن قلنا يعني هي إلهام إلهي، وهي اللغة الأصل التي علمها الله سبحانه وتعالى لآدم يوم أن علمه الأسماء كلها، ثم انتشر بنوه في الأرض فاختلفت الألسنة وتفرعت اللغات، والنشأة طبعا ممكن نتناول هذه المسألة في لحظة قادمة، تبدأ الاختلاف ما بين اللغات في تشكيل لهجات، ثم تطور اللهجات فتنشأ اللغات وتموت وتتغير وتتبدل، وظلت هذه اللغة قائمة على عروشها، لم تتبدل ولم تتحول، وهذا في حد ذاته إعجاز مدهش وإعجاز يعني له تفاصيل عميقة جدا. أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحاول الناس أن يتمعنوا في هذه الحقيقة المذهلة. شكرا جزيلا بروفيسور عبد المجيد على هذه الأفكار النيرة القيمة. حقيقة بروف، وأنا براجع في السيرة الذاتية لحضرتكم، وقع في يدي كتاب قيم وهو عبارة عن أطروحة إحدى درجات الدكتوراه الحاصل عليها، ما شاء الله عليك عندك أكثر من 3 دكتوراه تقريبا، وهي تتحدث عن منزلة اللغة العربية بين اللغات المعاصرة، دراسة تقابلية. وأنا يعني
أبشر كل الحاضرين أن البروفيسور عبد المجيد قد أكرمنا بأن نوزع هذا المؤلف لكل الراغبين، فنرجو من كل الراغبين في الحصول على نسخة إلكترونية من هذا المؤلف، وهو عبارة عن رسالة الدكتوراه، أن يكتب الإيميل في الشات بوكس. هو الدكتوراه تتحدث عن منزلة اللغة العربية المعاصرة، دراسة بين اللغات المعاصرة، الدراسة التكاملية. هل لنا دكتور أن نتعرف فقط على أهم ملامح هذا البحث وما أهم نتائجه التي توصلتم إليها؟ شكرا جزيلا. هذه الدراسة حقيقة في مرحلة النضج، بعد أن أتيحت لنا فرصة الاطلاع على عدد مقدر من اللغات ودراستها والتعمق فيها، وكان واجبا أخلاقيا وعلميا أن نجري دراسة تقابلية بين هذه اللغة الشريفة وبقية لغات الخلق أجمعين، أو على الأقل عينة مقدرة من تلك اللغات. والدراسة التقابلية إنه لا تتيها الأمور علينا تختلف من الدراسة المقارنة. فالدراسة المقارنة والفرق في الاصطلاح يا خلال. الدراسة التقابلية هي مقابلة بين لغات ذات أصول مختلفة، بين لغات ذات أصول مختلفة. والدراسة المقارنة هي دراسة بين لغات ذات أصول متقاربة أو من نفس الأصل. الواقع طبعا هذا التفسير هو تفسير اصطلاحي في المقام الأول، يعني كان الأولى به أن يقول بين لغات متباعدة ولغات متقاربة. التداسة التقابلية تكون بين لغات ذات متباعدة في كثير من الأشياء، ما ذات أصول مختلفة. نحن نعلم أن الأصل واحد، أصل اللغات ده واحد، هو هذه اللغة، أراد الناس أم أبو. والدراسات المقارنة هي التي تتم بين اللغات ذات المتشابهة فيما بينها. أما ذات أصول مختلفة فهذا ما وارد يا إخواننا أصلاً، لكن هذا التعريف الموجود. هذه الدراسة يعني سقني إليها حقيقة الكثير من المفاهيم الخاطئة التي حمل عن اللغة العربية، وكثير من المدح والثناء الذي قدم للغات، يعني كان نتاج فهم سطحي لتلك اللغات. هذه الدراسة حاولت بقدر الإمكان معالجة هذه الاختلافات والتقابلات أو التشابهات بصورة منطقية. فهذه دراسة من تاريخ اللغة العربية مقارنة بتاريخ اللغات الأخرى، ووصلنا إلى نتائج مذهلة أن هذه اللغة على الأقل هي أقدم اللغات المعروفة التي عرفها الإنسان، والشواهد على ذلك كثيرة. أهمها كلمة آدم، هذه آدم التي سمي بها أبو الإنسانية، اللغة الوحيدة التي تفسرها هي اللغة العربية. اللغات الأخرى بالرغم من أنها كلها تعرف هذا الاسم وتسمي آدم آدما، ما في لغة تجرأت أن تسميه غير آدم. وآدم اللغة الوحيدة التي تفسر كلمة آدم هي اللغة العربية، وهو الأديم الذي خلق منه. نحن نعرف أن خلق آدم من طين، وهو الأديم الذي خلق منه، فكلمة آدم آتية من الأديم. وكذلك كلمة حواء اللي بسموها إيف، وحواء هي إيف، وحواء هي أيضا لونها الأسمر، ونقول فلان أحو يعني ذا لون أسمر، وهو اللون الذي كان يميز أمنا حواء، وهو من الأحو أو إنسان وإناك يعني غثاء أحوى، وهو الشجر والأوراق التي يعني يمر عليها الوقت ثم تنشف وتأخذ هذا اللون بعد أن تحترق يعني. فهذا حواء هو لونها. أيضا هي اللغة الوحيدة التي تفسر آدم وحواء. إذن الأهم من ذلك يعني بقاء هذه اللغة على حالها، لم تتغير ولم تتبدل ولم تمت مثل ما ماتت اللغات، ودي دلالة خطيرة جدا ومهمة. ثم تحدثنا عن أصوات اللغة العربية، وما أدراك ما أصوات اللغة العربية، وقارنا ذلك بالأصوات في اللغات الأخرى، وجدنا حقيقة أن أصوات اللغة العربية المتمثلة في الألفبية العربية تتمثل في 28 صوتاً
بالإضافة حركات فتحة وكسر وضمة، أنا عندي 31 صوت ليعبر بها عن كافة مطلوبات الحياة اليومية. على كل حال يعني هذا العدد المتوسط، لا أقول كثير، هي يعني تحتل جميع مكونات المدرج الصوت الإنساني. يعني مدرج الصوت في اللغة الإنسانية يعني كله يتمثل في هذا المخرج الصوتي الذي يبدأ من الحلق أو يبدأ من الرئتين حتى الشفتين. على كل حال المدرج ده يعني أحيانا نقول أن طوله 28 متر أو 28 سنتيمتر، وقد يكون أطول من ذلك. هذا المدرج الصوتي يعين على إخراج جميع الأصوات 31 بكل سهولة، وتخرج أصوات اللغة العربية من هذا المدرج الطويل بصورة متوازنة، بصورة متوازنة جدا، على عكس اللغات الأخرى. اللغات الأخرى قد يتكاثر عدد أصوات، قد يتكاثر عدد أصواتها، ولكنها للأسف لا تخرج هذه الأصوات من هذا المدرج الصوت الطويل. ينحصر خروج تلك الأصوات أحيانا في الأنف، ويختصر أحيانا خروج تلك الأصوات من الجهة العليا من الحلق، فتخرج أصوات تلك اللغات متداخلة. يعني اللغة الإنجليزية طبعا ده غير الألف الأي بي سي الـ 26 حرف، أصوات اللغة الإنجليزية للذين لا يدرسون الفونيتكس، اللغة العرب اللغة الإنجليزية أخواننا فيها 48 صوت، 48 صوت في اللغة الإنجليزية، 48 صوت. المدهش جدا، المدهش جدا أن 48 صوت في اللغة الإنجليزية تخرج من أضيق مدرج صوتي يعني يمكن أن تخرج منه. أصوات اللغة الإنجليزية تخرج من أقصى الحلق، بس من أقصى الحلق حتى الشفتين، 6 سنتيمترات تخرج منها 46 حرف في اللغة الإنجليزية. وأسوأ منها بقليل اللغة الفرنسية التي بها 42 صوت مختلف، نحن نتحدث عن حروف يا أخوان، 42 صوت، وهذه الـ 42 صوت تخرج من 4 سنتيمترات، فتخرج أصوات. وهكذا بقية اللغات كلها تتقارب أصواتها، فتخرج الأصوات باهتة ضعيفة متقاربة متداخلة، مما يضفي عليها صفة الغموض، تكون تلك اللغات المتحدثة فيها شيء من الغموض، وهذا الغموض ناتج عن هذا التقارب بين مخاريها الصوتية، فتخرج الأصوات غامضة، وكثيرا ما تلقى كثير من الأصوات. وهذه مشكلة يا أخوان، بينما تخرج أصوات اللغة العربية 31 صوتا تخرج من أطول مدرج صوتي يعني في اللغة الإنسانية، اللي هو ابتداء من الحلق وابتداء من الرئتين وحتى الشفتين، فأنت تتحدث عن مدرج صوتي لا يقل عن 40 أو 48 سنتيمتر، بمعنى أن كل حرف أو كل صوت في اللغة العربية يخرج من مساحة كاملة تتيح له الخروج بوضوح بوضوح مذهل حقيقة. وأبعد من ذلك أن اللغة العربية لا تسمح بتداخل الأصوات، فحينما يعني تتتالى الأصوات الصامتة بصورة طبيعية يا أخواننا، نجد أن تداخل الأصوات الصامتة بعضها ببعض يطفي عليها من الغموض الشيء الكثير، وتكون غير واضحة، مما يوقعنا نحن الناطقون بالعربية الناطقين بالعربية في هذه المشكلة. فكلمة 60 المعروفة يا أخوان، أبناؤنا الذين نشأوا في ظل هذه اللغة لا ينطقونها 60 إنما ينطقونها 60، وذلك بإدخال أو إقحام الصوت الصائد في هذه الكلمة حتى تخرج 60، ونحن نعيب عليهم هذا، ولكنها هي استجابة للفطرة الموجودة في العقل الإنساني في العقل البشري. اللغة العربية بفطرتها لا تسمح بهذا التداخل بين الأصوات الصامتة، بل إنما إن توالد أصوات صامتة حرك أحدها بالكسر أو بالفتح حتى يصهر الحروف التي قبله وبعده بوضوح. قالت الأعراب، طبعا الكلمة أصلا قالت التاء، التاء المتحدث ساكنة، وال هي الألف دي ساكنة، لكن لا، اللغة العربية بفطرتها لا تسمح بتقابل الساكنين أو تتابع الساكنين معا، فتفرق بينها بإضافة بتحريك أحد الحرفين. قالت الأعراب آمنا، التاء حركت بالكسر قال لتلاقي الساكنين، إنه الساكنين دي لما يتقابلوا فدخل بعضهم على بعض، حركت أحدهما بالكسر حتى تأخذ الكلمة معناها كاملا وتنطق بوضوح.
وهذه أيضا سمة لهذا النظام الصوتي في اللغة العربية. ننتقل لنظام الكتابي وهو مرتبط بالنظام الصوتي يعني. لكن قبل ما نقادر هذا النظام الصوتي أن اللغة العربية بأصواتها لها دلالات على المعنى، الكلمة العربية بأصواتها دالة على المعنى، فيها مدلول على المعنى. يعني إذا نظرنا إلى كلمة خرشة، خرشة، فما في شك أني أحس بهذا الخرش وهذه الخشونة التي طرأت، وكذلك الأصوات التي فيها صوت الخاء بصورة عامة، صوت الخاء والراء دائما دالة على هذه الخشونة بمعناها الحقيقي أو بمعناها المادي، ناهيك عن معناها المعنوي. وكذلك يا إخواننا أهلنا علماء التجويد يتحدثون عن مخارج الحروف، ولاحظنا أيضا أن الأصوات يعني التي يعني الفخيمة العظيمة تدل على معان عظيمة ومعان رفيعة. الأصوات التي تخرج من الجهات المرتفعة في الجهاز الصوتي تدل على معاني مرتفعة، والحروف أو الأصوات ذات المعاني المنخفضة تكون أيضا صادرة من أماكن منخفضة في النظام الصوتي. فمثلا حرف القاف أو نعم، فالحروف دالة بأصواتها أو الكلمات دالة بأصواتها على معنى. فكلما كانت هنالك حروف انخفاض أو استعلاء، عندنا يتحدث أهل التجويد عن الاستعلاء والانخفاض في بعض الأصوات، فكلما كانت الأصوات المكونة الكلمة كلمات استعلاء كلما دل هذا على علو المعنى، وكلما كانت صادرة الحروف انخفاض كلما كان المعنى منخفض أيضا. فلذلك اللغة العربية دالة بأصواتها ليس فقط على المعنى العام، ليس فقط على المعنى المعنوي لها، بل حتى على المعنى المادي. فلذلك يعني دي أيضا قيمة وميزة لهذه اللغة لا نجدها في اللغات الأخرى. النظام الكتابي في اللغة الإنجليزية واللغة العربية وغيرها من اللغات، اللغة العربية تميزت بنظام كتابي فريد تماما لم يصل إليه علماء اللغات إلا في عام 1936 عن طريق العالم بلومفيلد. بلومفيلد نظر في طريقة كتابة اللغات الأجنبية الإنجليزية والفرنسية على وجه التحديد، وتحدث عن لغته الإنجليزية وقال بالنص، ده كلام بلومفيلد يا إخوان، حتى إنه لا نتهم بأننا نحن نأتي بهذه الحقائق من غير أهلها. فبلومفيلد بالنص يقول The way we write English is stupid and ridiculous. إخوان نسجل هذا الكلام، قال The way we write English is stupid and ridiculous. كيف؟ قال We write in a way and we pronounce in a way and we write in a different way. يعني لا تستوي فيها المكتوب مع المنطوق، يتناقض فيها المكتوب مع المنطوق، وهذه كارثة الكوارث في اللغة الإنجليزية، وأسوأ منها بقليل اللغة الفرنسية. اللغة العربية لا توجد فيها هذه الفوضى، نحن في اللغة العربية نكتب كما ننطق إلا باستثناءات محددة، فواو الجماعة التي تعقبه ألف مكتوبة غير منطوقة، ولكنها ليست إضافة فوضوية وإنما هي دالة على الجمع. ألف التي تعقب الواو في قالوا وشربوا وأكلوا وتعلموا وفهموا هي ألف دالة على الجمع وليست زيادة عفوية أو عشوائية، قالوا للجمع، غير وغير الواو واو الفعل المضارع مثل يعني واو الفعل المضارع في كلمات كثيرة في الأفعال المضارعة تنتهي بواو، يدنو مثلا ويرنو، يرنو يرنو انتهي بواو، لكن هذا الواو واو في الفعل المضارع لا تعقبه ألف، حينئذ هذه الواو التي عقبتها الألف هي زيادة لتفرق ما بين واو الجمع وواو المضارع. وكذلك يا إخواننا الألف التي موجودة في اسم الإشارة في هذا وذلك، هنالك ألف، هنالك ألف منطوقة غير مكتوبة، لكنها هذه يشار إليها في المصحف يا إخواننا، هذا نجد هنالك ألف مكتوبة فوق الهاء للدلالة على هذه الألف المنطوقة وغير مكتوبة، وفي هكذا كلها موجودة فيها ألف يشار إليها. ولذلك الكتابة في اللغة العربية كتابة، هي كتابة ليست اصطلاحية إنما هي كتابة منطقية صوتية من الدرجة الأولى،
وهذا آخر ما توصل إليه سبل الكتابة، آخر ما توصل إليه أساليب الكتابة وسموها بالفونيتك رايتنج، وكان أول من نادى بها بلومفيلد 1936. واللغة العربية تكتب فونيتيكالي بهذه الطريقة منذ أن عرفنا كتابتها، بل يعني هذه تدلنا وتسوقنا إلى أنه كيف لهؤلاء أن يصلوا لهذا النظام الدقيق في الكتابة، بينما علماء اللغات المفلقين الذين أتيحت لهم كل وسائل التقنية لم يتوصلوا لهذا النظام إلا في منتصف القرن التاسع عشر. هذه مسألة مشكلة، مما يقودنا مباشرة إلى الحديث عن سيدنا إدريس رضي الله صلى الله عليه وسلم، فهو من الأنبياء الذي يعني علم الإنسانية الكتابة. قيل أن الكتابة علمها إدريس، يعني علمها وعلمها إدريس إنسانية، وهي أيضا تعليم بوحي إلهي، وده واضح في قول الله سبحانه وتعالى الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فالتعليم الكتابة أيضا لم يكن تعليما عشوائيا، إنما هو إلهام وإيحاء رباني علمه إدريس للإنسانية وما علمها كيفية الكتابة. والشيء المدهش أكثر يا أخواننا في قضية الكتابة هذه أنها يعني فعلا فيها كثير من المعجزات، لأن الحروف التي تستخدم الآن في الكتابة هي الحروف التي تستخدم في كل أنواع الكتابات في الدنيا. ما خرجت ألفبية في الدنيا عن ألف باء تاء س، يعني إذا قال A B C ماذا فعل وماذا أضاف لل A B C؟ ماذا أضاف لل A B C غير أنها مأخوذة من الألف باء تاء س، وجسموها في النهاية اعترفوا بأنها سموها الألفبت. أليس هي الألف باء تاء س في نهايتها وجوهرها؟ ألم يكن هذا أمر إلهام ألهمه سيدنا إدريس عليه السلام فعلمه للبني الإنسان مثل ما علمت اللغة الإنسانية للإنسان عموما. إذا انتقلنا للنحو في اللغة العربية، النحو هذا الذي يشكو منه كثير من الناس، فالنحو في اللغة العربية أخوانا مسألة إضافية تضيف للمعارف الإنسانية وليست خصما عليها. فاللغة العربية تحتاج لدراسة النحو لأشياء محددة، لأنه نحن أحيانا نقدم محقه التأخير ونؤخر محقه التقديم لأغراض بلاغية، والاختصار ما هو يعني ما هو منفلت من الكلام الزائد. فأنظر في قول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد إياك نعبد، ودي قيمة بلاغية عميقة جدا إخوانا، يمكن إن شاء الله يمكن نقف عندها بعدين في كلامنا عن البلاغة. النحو هذا يا إخوانا هو إضافة، هو يعني قيمة مضافة كما نقول. اللغات الأخرى لا تحتاج إلى هذا وليس فيها أصلا، وأعتقد أنه واحدة من أسباب ذلك إلى أن النظم فيها نظم متجمدة. فأصلا البنية في اللغة الإنجليزية مثلا وكذلك في الفرنسية نبدأ بالفاعل ثم المفعول ثم الفعل ثم الفاعل ثم المفعول إلى آخره. البنية واحدة، لا مجال للتغير ولا مجال لعمل فني فيها حتى نخرج لوحات أدبية. لا، نظام واحد فيه فاعل ومفعول وفعل فحسب. نحن في اللغة العربية النظام النحوي يا إخواننا له يعتبر قيمة إضافية تضيف لهذه اللغة مزيدا من القيم ومزيد من الأبعاد التي تفتقر إليها اللغات الأخرى. هذا فيما يتعلق بالنحو. أما ما يميز اللغة العربية حقيقة هو النظام الصرفي. فالمفردة الواحدة في اللغة العربية يمكن أن تشتق منها عدة مفردات اتباعا لنظام ثابت. تستطيع أن تشتق من الكلمة وتأتي بمفردات لم تسمع بها من قبل. هذا الأمر غير متاح في اللغات الأخرى على الإطلاق، غير متاح على الإطلاق. لا يوجد نظام اشتقاق ثابت في تلك اللغات أبدا. فنجد أنه في اللغة الإنجليزية الآن يحدثون عن ما يسمى بالirregular verbs مثلا، irregular verbs الأفعال غير المنتظمة، ونصوا بأن تقريبا كل الأفعال في اللغة الإنجليزية هي أفعال غير منتظمة. طيب قالوا فعل ما منتظم، الأفعال ما هي الأفعال المنتظمة؟ قالوا التي يضاف إليها مثلا في الفعل الماضي منها بإضافة ED. السؤال الخطير جدا، متى نضيف الاي دي يا علماء اللغه الانجليزيه؟ متى نضيف الاي دي؟ هل لديكم قاعده لاضافه الاي دي؟ ما لم تكن حافظ انها مما يضاف اليه الاي دي لن تستطيع ان تصرف هذه الكلمه تصريفا صحيحا. ليست هنالك ثمه قواعد ثابته لاجراء هذه التصاريف، وكذلك بقيه الاشياء.
نجد ايضا بعض المفردات يعني يشترك فيها الاسم مع الفعل، اشترك الاسم مع الفعل، الفعل والاسم شيئا واحدا. وده يا اخواننا يعني منقصه كبيره جدا نفتكر في تلك اللغات. نحن في اللغه العربيه للاسم صيغه خاصه به، وللفعل صيغه خاصه به، وللصفه صفه خاصه بها، وللصيغه المختلفه او لكل المفردات المختلفه صيغ خاصه بها. ولذلك هذا النظام الصرف الموجود في اللغه العربيه هو من ابدع واعظم النظم، ولا يوجد نظام هكذا صرفي خاضع الى قوانين ثابته مثل ما هو في اللغه العربيه. في اللغه العربيه يعني بإمكانك بعد ان تدرس المفرده الاولى ان تصرف وان تحصل الى بقيه الكلمات الاخرى بنفسك دون الحاجه الى الرجوع الى المعجم. لكن الان انت تدرس اللغه الانجليزيه على مدى 50 او 60 او 40 او 30 او 20 او 10 سنوات، ما لم ترجع وتحفظ تصريف الكلمه لن تستطيع ان تصرفها. وكذلك الحال بالنسبه للفرنسيه، وهذا الامر متاح في اللغه العربيه انك يمكن ان تصرف الكلمه حتى اذا تسمع بها، ومهما كانت هذه الكلمه غريبه عليك، وانت من صيغه الكلمه يمكن ان تعرف اصل هذه الكلمه. واعطيكم مثال بسيط جدا دائما اعطيه في محاضراتي. اذا مررنا بكلمه اسلنطحه، اكيد لا احد منكم او قليل منكم قد سمع كلمه اسلنطحه. وللذين لا يعلمونها، اسلنطحه تعني رقد على قفاه، رقد على قفاه. طيب السؤال انه اسلنطحه من شكلها صنف لي، هل هي اسم؟ هل هي فعل؟ وان كانت فعل ما هو نوع هذا الفعل؟ فعل ماض ام حاضر ام فعل امر؟ اسلنطحه، فكر بالله معي كيف تصنف اسلنطحه؟ كيف تصنف الفعل اسلنطحه؟ كيف تصنف الفعل اسلنطحه؟ بينك وبين نفسك، هل يمكنك تصنيف الفعل اسلنطحه؟ هل هي يعني اذا في شخص يمكن ان يرفع يده ونعطيه الفرصه ليخبرنا عن الفعل اسلنطحه ماهيته؟ هل هي فعل او اسم ام حرف؟ هل من تفضل معنى الكلمه اسلنطحه؟ نعم، هل هي فعل او اسم ام حرف؟ نعم، اسم الكلمه هي شو معنى اسلنطحه؟ اسلنطحه كلمه جديده غريبه معروفه. هي اسم ايوه فعل، واي فعل؟ فعل ماضي ولا مضارع؟ فعل ماضي. انت جبت الفعل المضارع منها استنطح. طيب هل يمكن تاتينا بالمصدر من هذه الكلمه العمليه ذاتها؟ ممكن نسميها ايش؟ استنطاح. طيب من أخركم هذه الكلمة جديدة؟ إحنا متفقون على أنها كلمة لم تسمعوا بها من قبل، وصرفتموها كأحسن ما يكون التصريف، وصحيح 100%. أنا سمعت كلمة استنطح. لا، استنطح ومعناها رقد على قفا. وقلت يسلنطح، والفعل قلت أنها فعل، والفعل المضارع منها قلت يسلنطح، والاسم منها قلنا الاسلنطح. أتيتم بكل هذه التصريفات والاشتقاقات وأنتم لم تسمعوا بهذه الكلمة. هذا لا يحدث في اللغات الأخرى. ليس بإمكانك أن تصرف كلمة واحدة إن لم تكن قد عرفتها وحفظتها كما تحفظها الدواب من قبل. ليس بإمكانك أن تصرف كلمة لم تسمع بها من قبل، لأنه ليست هنالك تسمى قواعد ولا قوانين تحكم هذه الظواهر. وين نصف شعر عيادة الأسنان؟ نعم، طيب ان شاء الله ناتي لهذه الاسئله ان شاء الله في مرحله لاحقه باذن الله تعالى. طيب بالنسبه للنحو والصرف، اما بالنسبه لما يسمى بالصوره البلاغيه فللغه العربيه يعني افاق ممتده في هذا المجال، وتاريخ حافل بهذه الجماليات وهذه المزينات للاداء اللغوي. في اللغه العربيه يا اخواننا نماذج توصل إليها البعض مؤخرا جدا،
وهي نماذج تحاول أن تجمل بعض المفردات التي يصعب التحدث بها مباشرة. واللغة العربية كانت تستخدمها طبيعة وسليقة يعني. والقرآن الكريم مليء بمثل هذه الصور التي تجمل الأداء اللغوي وتجعله أداء منضبطا، أداء طيبا للنفس يعني. ليس هنالك في اللغة العربية ما تجل أن تذكره في حضرة الأخيار والأبرار أو في حضرة السوق والعوام. فيعني في العلاقة الزوجية يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني ما تحدث عنها بهذه الصورة المباشرة، يقول لامستم النساء. الكلام معروف يا خانو، كلام معلوم، لكن شوف الصورة الرائعة التي رسمت بها هذه الصورة التي يمكن أن تذكرها في أي مقام وفي أي مكان. هذا الأمر غير متاح في اللغات الأخرى. هذا المجاز العظيم الموجود في اللغة العربية لا يوجد يقارنه في اللغات الأخرى. والصور المجازية الواردة في اللغات الأخرى هي لغات يعني حقيقة صور تدعو للعجب يعني فعلا. وهذا موجود يعني في 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 كتب أخرى غير العربية. حينما تحدث عن هذه العلاقة ذاتها وسئل أن يشرحها، سئل أن يشرح هذه العلاقة ذاتها وسئل أن يشرحها للحاضرين، وكانت في مؤتمر عام، سئل عن هذه العلاقة وقال في شرحها يعني قال هي impregnated her. الناس impregnated her في شرحها أحسن منها الكلمة التي حاول أن يخفيها ذلك الشخص، لأن هذه اللغة تفتقر إلى هذا الذوق العام في المحافظة على العلاقات وفي المحافظة على الجو العام والأدب العالي الموجود في اللغة. هذا غير الصور البلاغية الجميلة التي لا تقدم المعنى فحسب بل تقدمه مجملا مكملا. وهذه المسائل يا إخواننا ليست فقط في الكلام العام، وإنما حقيقة في ما نصبه أو نحاول أن نقدم به العلوم والمعارف للإنسانية. يمكن أن نقدم المعارف والعلوم للإنسانية بصورة جميلة جدا من خلال هذه الاستخدامات البلاغية الجميلة. طيب هنالك نقطة يعني متصلة بهذا الكلام، وهي جانب المبني أو المفردات وعلاقة ذلك بموضوعنا اليوم، أن استخدام اللغة العربية في العلوم والثقافة والحضارة ومطلوبات العصر يعني. طبعا أهم حاجة، أهم موجود، أهم شيء يعني في اللغة، أن أول حاجة تكون عندنا نظام صرفي، أنه إذا وصلنا إلى اكتشاف جديد في العلوم مثلا نستطيع أن نشتق له مفردة، نستطيع أن نشتق له مفردة تناسبه. وهذا النظام الاشتقاقي موجود في اللغة العربية ويميزها عن سائر اللغات الأخرى. فبذلك تكون اللغة العربية بهذا النظام الاشتقاقي تكون اللغة الأولى على ظهر الأرض التي تعين الذين يريدون أن يتعلمون هذه اللغة ويقدمون لها المعارف العلمية والصحية على وجه التحديد، الصحية المعارف أو العلوم الصحية على وجه التحديد. وهذا موضوعنا الرئيسي خلاص. فلذلك يعني هذا سيمة لهذه اللغة تميزت بها دون غيرها من اللغات. كذلك إخواننا اللغة العربية فيها معجم ضخم جدا. باختصار اللغة العربية عدد مفرداتها التي أحصاها الخليلي بن أحمد، الخليلي بن أحمد الفراهيدي العماني من 1172 أحصى 12,400,000 مفردة، 12,400,000 مفردة من لدن عهد الخليلي بن أحمد ما بين مهمل ومستعمل 12,000,000. طيب نقارن هذا باللغة الإنجليزية وعدد مفرداتها المستخدمة اليوم والتي تملأ الدنيا ضجيجا، عدد مفردات اللغة الإنجليزية 600,000 مفردة، نص مليون، والفرنسية أقل من ذلك بقليل 400,000 مفردة. يعني لو جمعوا لغات أوروبا كلها ما بتساوي نص مفردات اللغة العربية. طيب هذه السعة تمكن الإنسان أن يختار ما يريد، تمكن الإنسان أن يختار ما يريد ليعبر به عن مفاهيمه وعما اكتشفه من علوم بطريقة ميسرة وطريقة معبرة. فالكلمة التي يمكن أن تستخدم ليست فقط هي دالة على المعنى بمفهومها العام، ولكن حتى بأصواتها وبطريقتها وبالنظر إليها. فلذلك يعني هذا المعجم الضخم يمكن الباحثين في كل العلوم من أن يعبروا عن مطلوباتهم ومكتشفاتهم العلمية بصورة فعالة وبصورة مفيدة. طيب هذه بعض الملاحظات العامة، وننتقل إلى نقطة أخرى
إذا أحببت يا دكتور محمد. صحيح دكتور، أنا حقيقة النقطة التي كانت تلي ذلك في ذهني هي الـ 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 الاعتقاد السائد عند الكثير من الناس أن اللغة العربية قد تخلفت كثيرا، ليس لأسباب في بناء اللغة ولكن تخلفت في استيعاب لغة العلوم لتخلف العالم العربي أو أهل اللغة العربية في مجال العلوم، فانحسرت مقدرة اللغة في أنها تنمو وتستوعب مفردات العلوم. يعني الآن الناظر بروفيسور عبد المجيد لوضع اللغة العربية يجد أنها إلى حد كبير في حالة انزواء مع امتلاك لكل مظاهر أو إمكانيات النمو والتطور والحياة. كيف يمكن لهذه اللغة أن تصبح فعلاً لغة العصر، لغة العلوم، لغة الحاسوب، لغة العلوم الطبية والهندسية؟ يعني إضافة إلى ما ذكرت، وهل هنالك تجارب يمكن أن تفيد في هذا الأمر؟ يعني حتى لا يظل الأمر يعني نتحدث برومانسية أو بآمال أكثر من أشياء يمكن أن تتحقق بشكل واقعي وملموس. طيب دي نقطة مهمة يا إخوان، يمكن دي جوهر القضية كلها، هذا هو جوهر القضية كلها، أنها يعني هل يا رب أن يمكن أن تكون اللغة العربية لغة العلوم والمعارف والفنون مثل ما هي الحال في اللغات الأخرى؟ إذا كانت إخواننا عموماً للإجابة على هذا السؤال، نحن نقول أنه إذا استطاعت تلك اللغات على قصورها أن تعبر عن مطلوبات العلوم المختلفة والثقافات والمعارف المتنوعة، فكيف للغة بهذه السعة وهذه القدرات أن تقصر في هذا الأمر؟ طبعاً هذا الكلام لا يتوافق مع الحقيقة الواضحة والباقية والماثلة. نحن دائما نتحدث عن الحامل والمحمول. الحامل هي اللغة، والمحمول هي المحتوى الثقافي والمعرفي المتضمن في هذه اللغة. وهذا يعني ممكن للناس أن يتفاوتوا فيه وحسب جهدهم، يعني لا يمكن أن نحن أن نجبر مجموعة معينة على أن تستخدم لغة معينة للتحدث أو لمناقشة الأمور العلمية المختلفة. عموما نحن لنتحدث عن عظمة هذه اللغة وقدرتها خصوصا في المجال العلمي، نحن نرجع للعصر العباسي ولنعلم أن معرفته الإنسانية كله في ذلك الزمان كله، وهي آلاف الكتب وآلاف النظريات كانت كلها باللغة العربية، واستطاعت اللغة العربية أن تستوعب كل العلوم تلك وبرحابة صدر عجيبة، وألفت فيها آلاف الكتب اسمعوا هذا الكلام، التي لم يتمكن التتر من إحراقها كلها أو التخلص منها كلها، بل أخذتها الأمم الواعية المدركة وأضافتها إلى مكتباتها. فصدق أو لا تصدق، هنالك 24 ألف كتاب علمي في مكتبات ألمانيا وحدها، 24 ألف كتاب في مجال العلوم التي ألفها العلماء المسلمون، 24 ألف يا أخواننا ما عدد قليل. وظلت هذه المكتبة العربية للعلوم المختلفة المصدر الرئيسي الذي انطلقت منه الحضارة الغربية التي توسعت فيما بعد بناء على هذه المعالم وهذه العلوم التي وضع علماء العرب. بل حتى المجموعات غير العربية الأصل اندمجت في هذه اللغة وقدمت علومها ومعارفها من خلال هذه اللغة الشريفة وقدمتها للإنسانية. والآن المعارف التي تقوم عليها الإنسانية يا إخوانا، يعني لو تمعنت فيها لوجدت الأثر العربي فيها واضحا، مع بعض محاولات التمويع وبعد محاولات التمويه بصورة عامة، لكنك تستطيع أن تميز هذه المعالم العربية في تلك العلوم. فأخواننا في الصحة الآن يتحدثوا عن السيرب، أليس هو الشراب يا أخواننا؟ أخواننا في العلوم الطبية يتحدثون عن الكف
والقف المنتهية بالجي اتش، هذه الجي اتش هي حق أليست هي الكحة؟ ويتحدثون عن الهيكب، الهيكب أليست هي الهكعة أو شيء؟ وظلت بعض المفردات عربية واضحة المعالم لا يخطئها الناظر إليها، وذلك مثل الكولون، الكولون وسموه، وهو عندنا القولون سموه الكولون. ماذا فعلتم فيها؟ ماذا ما فعلتم فيها؟ على كل حال هذه التجارب وهذه الآثار توضح توضيحا شديدا أن هذه اللغة يمكن أن تستخدم للعلوم، ويمكن أن تقدم علما أصيلا، ليس علما يقوم على الحفظ وعدم معرفة دلالات الكلمات والمفردات. ودي الكارثة يا إخوان، هذه الكارثة، أن الآن إخواننا في العلوم الطبية الذين درسوا هذه المواد، بل من الإنجليز أنفسهم، أخذوا هذه المفردات المصطلحية من لغات أخرى مثل اللاتينية. يعني كانت اللغة اللاتينية هي لغة التعليم في بريطانيا حتى 1200، يعني حتى القرن الثاني عشر، أو حتى القرن الثاني عشر مع حتى القرن الرابع عشر حتى، يعني كانت اللغة اللاتينية هي لغة العلم والمعرفة. ففي القرن الرابع عشر أدركوا أن لما توطنت القومية البريطانية أو الإنجليزية أحسوا بالعجز والضعف، وقالوا أنه لا يمكن أن نستخدم اللاتينية لغة لتعليم أبنائنا الإنجليز، ونصل لهذه الحقيقة المذهلة. طيب ما الحل؟ قالوا الحل أن ندرس أبنائنا هذه العلوم مثل القانون والطب والهندسة باللغة الإنجليزية. واللغة الإنجليزية أخواننا حين ذاك لم تكن شيئا، لم تكن شيئا، كانت لغة العامة والدهماء، لم يكن إنسان محترم في بريطانيا ذاتها حتى القرن الثاني عشر يستخدم اللغة الإنجليزية، لغة العامة والدهماء هكذا حتى القرن الثاني عشر. ثم بعد ذلك جاءهم اللغة العامة والدهماء، لغة اللي يدرسوا بها علومهم التي بدأت في جامعة أكسفورد في ذلك الحين بعد القرن الثاني عشر، واستخدموا هذه اللغة اللي كانت مخصصة للعامة والدهماء لتدريس الطب والعلوم، وقطعوا فيها شوطا. بالرغم من أنه لم تكن اللغة الإنجليزية تقدم تعليلا أو تبريرا لكثير من المفردات العلمية التي يستخدمونها، تستخدم هكذا لا مدلول لها في أذهانه. وبذلك يا إخواننا تظل تدريس هذه اللغات، تدريس هذه العلوم بلغات أجنبية كارثة على الإنسانية جمعاء. أما في حالنا فهي الكارثة الأكبر، الآن ندرس أبنائنا كثير من هذه العلوم بلغات أجنبية، ومن هنا تبدأ الكارثة. فهؤلاء الطلاب لا يعرفون مدلولات هذه الكلمة، لا معرفة لهم بمدلول الكلمة، إنما هو يحفظها، يحفظها كما هي. وحينما يكون الأمر حفظ مثل ما تحفظ الببغاوات، فإنه لا مجال لأن تكون هنالك نهضة علمية، لأنها قائمة على الحفظ، والحفظ مجاله محدود. وفي هذا المجال يا إخواننا تتأخر العلوم تأخرا واضحا وبينا، ولا مجال لأن ترقى هذه العلوم في غياب فهم عميق